جاتاكم مشاهدينا معنا دلال. دلال لابسه اليوم تيشرت كثير مهضومه وبتسلي ولدي جين كثير هلا ساعه كثير عم ترسم وبتمحي بتحط كتبت لها مبين شو مكتوب؟ مبيني الايف تينا اليوم مفضيت اسالك شو عندنا اليوم بس انا خبرتك انه اليوم عاملين هيك وصفتين سهلين وسريعين. اول وحده هي شوربه التورتليني يعني اليوم هي وصفه سهله وسريعه. وصفتنا الثانيه هي او البرياش او الكواسون يلي بدنا نلطه ببيض وحليب وقرفه وبدنا نعمله شويه باني مع شويه من الزبده على نار ونقدم حده عسل او سيرو دراب يعني هي وصفه طيبه كثير مثل البان بيردو شوي مثل البان بيردو صح انه قريب لها فوالا ايه وبدنا نقدم حده سيرو ديرابل او عسل حتى جلاس فاني يعني مثل ما بدنا فينا نقدمه فينا ناكله على بكره كصبحيه او بعد الظهر او حتى الاولاد. هلا شو هي وصفتنا؟ هيك لنخبر سريعا اليوم عم بحكي على شوربه التورتليني. من شو معموله وصفتنا؟ بطنجره على نار بدنا نوضع مرقه الخضره او الدجاج او اللحمه. اول ما تبلش تسخن المرقه بدنا نوضع ملعقتين من رب البندوره. بعد شي 5 دقائق بدنا نرجع نوضع مزيج من الخضره. واليوم انا عم بحكي على الخضره المجلده يعني الخضره المسلوقه، ما بدنا نقعد ننطر وقت لنسلقها. فينا البطاطا، البازيلا، الجزر، البروكولي، هيدا ذوق. اول ما تبلش تغلي الخضره على مع المرقه بدنا نضيف التورتليني. اليوم عم نحكي على كيس من التورتليني نيه ما سلقناها ابدا يلي بدنا نوضعها مع وصفتنا ونتركها تغلي لتستوي. من بعد ما تستوي بدنا نختم بنص كوب من الكريم فريش وشويه من الحبا الاخضر. حلو. هيدي هي وصفتنا. خلينا نبلش فيها. بتعرفي تينا نحن هلا قادمين على موسم شتي وهون بدي اقول كثير حلو فوالا كثير حلو انه بحيلا عزيمه عشاء خاصه اذا ديناه قاسي انه نقدم شوربه مع هيدي من الشوربات السهله والسريعه. لكن مرقه عندنا هون انا اليوم حبيت اشتغل بمرقه الدجاج يلي ما بحب. فينا نشتغل بالخضره او اللحمه. لكن بطنجره على نار عم نوضع المرقه فوالا هنكتشف شو التورتليني رح تنسلق بالمرقه بالمرقه. عندي اليوم عم بحكي على التورتليني نية. هلا بتقولي لي انا ما بحب التورتليني بقول لك في استبدل بالنيوكي بستبدل بالبني بحيلا نوع من المعكروني بس هون بدي انتبه انه بدي اعير يعني اذا التورتليني بدها 5 دقائق بدي احطها قبل ب5 دقائق من ما اطفي. اوكي لكن حطينا المرقه على نار. اول ما تبلش تسخن بدنا نوضع ملعقتين من رب البندوره واليوم بتقولي لي انا ما بحب استخدم رب البندوره بقول لك فينا نستبدل بعصير البندوره كمان بتطلع طيبه. اليوم عم نحكي على 8 كبايات من مرقه الخضره او الدجاج او اللحمه يلي بدنا نضيف لهم ملعقتين كبار من رب البندوره. انا لي زمان ما اشتغلت برب البندوره ما هيك اليوم حبيت انه نشتغل برب البندوره يلي هو كمان طيب. فوالا تنضيف اول ما تبلش تسخن هون كمان هيك تنعطي تبس بهالوقت في اشتغلها هيدي الشوربه ضف لها القريدس كمان بتطلع طيبه يعني على جنب بنلوح القريدس او بنشويهم بالفرن بنرجع بنشيلهم بنوضعهم اخر شيء او بنزين بالقريدس كمان بيطلع طيب. لكن عندنا هون مرقة الدجاج بدنا نضيف شوية من الملح ولا. أول ما تبلش تسخن بدنا نضيف رب البندورة بيت هيك اليوم اشتغل بالشوربة لنطلع شوية من الطبخات وال أشياء الدسمة أشياء الدسمة
على اساس نحن ما بنطبخ شيء دسم على المطعم. طيب الدسم طيب. انا بتعرفي بدي اقول انه انا بعمل دايت او حتى بالبيت وقتها بطبخ بطبخ هيلث يعني بنتبه ما بحط زبده ما بحط زيت، بس مش معقول يكون عندي عزيمه لا ما اوضع شويه من الزيت او شويه من الزبده، ما هي هي لانه يقولوا لك الطبخ طيب مضطر انه تضيفي له شويه من ال فوالا. لكن هون ضفنا مرقه الدجاج، شويه من الملح، ملعقتين من رب البندوره او عصير البندوره، مثل ما عم تشوفي فينا بلشت تغلي المرقه، بدي اضيف الخضره المجلده يلي هي فوالا. ليش عم بحكي على خضره مجلده؟ لانه بتكون خضره مستويه نص استوى من القليله فوالا. اي يعني حتى الخضره مش بحاجه لاستوى هون مش بحاجه لا يعني هي بتحمر شوي بعد شويه عم نحطها، لكن ضفنا الخضره خلينا نوضع بعد شويه من الخضره بتكون هيك اطيب. نرجع منضيف التورتيليني ما بدنا نشدها طحين ولا بشي، هون فينا نشتغلها بس على بازيلا على فطر على جزر يعني نوع واحد مش ضروري على بطاطا حتى مش ضروري مزيج يعني ولا. نرجع منذكر انه اليوم وصفتنا هي التورتيليني النيه يعني هذه التورتيليني مش مسلوقه. هلا اول ما تغلي المي بدنا نوضع التورتيليني بقلب الخليط يلي هو على نار، بدنا نسكر الطنجره، بدنا نخلي التورتيليني تستوي مع مزيج الخضره والمرقه. هيدي هي الشوربه سهله سهله وسريعه. ما بدي انسى انه بدي ارجع اختم مثل ما كل مره انا بختم بالكرافرش وشوية من الحبق الأخضر يلي بيعطي نكهة. فوالا غليت هلا صار فينا نزيد صار فينا نزيد التورتيليني. بدي ولا منطفي أو منخليهم عم يستووا؟ لا منخليهم عم يستووا أكيد. فوالا بدنا نغطيهم. شو بدهم وقت هون تيستووا؟ يعني ماكسيموم 7 دقائق بنشيلهم. اوكي فوالا هيدي هي الشوربة يلي اشتغلناها، بدنا نتركها على جنب لننتقل للوصفة الثانية. خليني انقلهم. سو الوصفة الثانية كان هي عن بريوش او كاسون. وي مثل بيردو بس حننقلهم لهون. هون بدك تحني المقلية؟ لا قبل بدي اعمل الخليط. يلا خلينا نخلي الحبق والكريم فريش نحضر. لكن وصفتنا الثانيه من شو معموله؟ اليوم عم نحكي على بيض كامل، اكيد ما بعتنا المقادير لانه مش حرزانه الوصفه. اليوم عم نحكي على 3 بيض كاملين، ما عم بحكي على صفار، ضفنا رشه من الفاني، بدنا نضيف كوب من حليب السائل، ملعقه صغيره من القرفه، وملعقتين كبار من السكر العادي او السكر الاسمر. لكن اول شيء عندنا 3 بيض كاملين. في عندي طريقه ثانيه بشتغلها كمان، في ضيف البريوش او الكرواسون او الباجيت حتى. قطعهم وضعهم ببيريكس او بحيالله صينيه مدخله على الفرن، نعمل هيدا الخليط، نزيد اكثر الحليب، نغطيهم وندخلهم على الفرن، يعني أوكي. مش ضروري انه نلوحهم على نار لان في كثير ناس ما بحبوا انه يلوحوهم بالزبده. لكن ضفنا بيض 3 بيض ليكمشهم مع شويه من الفاني، بدنا نضيف الحليب السائل. كنا عم نحكي على كوب من حليب سائل. فوالا. بدنا نزعجك تينا بملعقة من القرفة. اليوم عم بحكي على القرفة المطحونة. فوالا. وبدي اختم بملعقتين من السكر. اوكي
هون فينا حتى نضيف سكر بقلب هيدي الخلطه كمان اذا عبالك نضيف يعني كميه اكبر من السكر ضروري بس ملعقتين فينا نضيف نص كوم يلي بحب كثير حلو او بده ياكلها لحالها يمكن بعدين بدك تزبدها شيء يا بدنا ناكلها مع السيرو ديغابل او العسل او بنضيف نص كوب من السكر يعني بنزيد السكر فوالا هيدا هو الخليط هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نوضع خلينا نقول ملعقه ليضلهم عم يحضرونا من الزبده من مقلية جبت مقلية حميتها رجعت ضفت ملعقة من الزبدة فوالا بهالوقت هنا بدي البس الكفوف البريوش بدنا نقصهم او فينا نقصهم بس اليوم رح نتركهم مثل ما هن فينا نقطعهم ديكوش يعني يكونوا رقاق اوكي اليوم هيك بعدين بدي اقول في بريوش بقلبه زبيب بقلبه شوكولا يعني هيدا ذوق فوالا جبت هيدا البريوش بدي لته بالخليط مفروض يشرب شوي مفروض يشرب شوي فوالا بنطره بعد شي دقيقة يعني المهم الزبدة ما تحترق لحس انه بلش يطش شوي حسيتيها بلشت تتقل أول ما تبلش تطش ساعتها منضيف منضيفها على الزبدة كثير مهم انه نتركها شوي بالخليط خاصة انه اليوم عم بحكي على بريوش منه مقطع ايه يعني او كروسان لو قطعناه بكون ما بدها وقت هلا فوالا بفتكر انه بكفي صارت بكفي هنعمل اثنين اوكي فوالا اذا عندنا نوضع الكريم فريش على الشوربه ونختم بالبازيليك هي بعد بدها طبخ باستا يمكن شي دقيقتين مش اكثر فينا لازم ندفع عنها تورتليني ما بدها كثير وقت هون اليوم ما حطينا جبنه للشوربه بس اللي عماله ضيف بارميزان او حيلا نوع من الجبنه اكيد فينا. فوالا كمان حنكتفي هون، نرجع بنذكر انه اليوم حطولنا بنقع الكرواسون او البريوش بقلب الخلطه لانه سميكه بس اذا منا سميكه قطعناها اثنين بدنا نحطها ودغري نشيلها بس لنستطعم الطعمه اذا فينا تينا عملي معروف نضيف نزيد الكريم فريش عليها نحن عم نحرك ونختم بشوية من الحبق فوالا نغطيها شوي ونختم ب فوالا شفتي ريحتها؟ هيدي حتى فينا نقدم حدا سلاد دو فري بتطلع طيبة كمان يعني بنشتغلها مثل ما بدنا هلا بدنا ننطر لتاخذ شوية لون بدنا نرجع نقلبها بدنا نوضعها بصحن اليوم بتقولي لي انا ما عم بالي اكلها ولا مع عسل ولا مع سيرو ديراب اللي فينا نختم نرجع نرش شويه من السكر عليها يلي كمان بيعطيها نكهه فوالا هيدي الوصفه تينا سهله دقيقتين نقلبها حلو
لكن نحن خلصنا الشوربه، بس ناقص تزيد الحبق. حبق مفهوم. والبريوش لما تخلص رح نزيد لها يا العسل يا الميبل او السكر. رح ناخذ وقفه مشاهدينا وبنرجع تيستينج. شو هالروايح الطيبة؟ طيبة الزبدة. ما في ما 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 في ما في مهرب، ما في مهرب. شيء طيب عن جد، هيك بيحمل شوية دسامة. هيدي السوب لكينا، كان حطينا لها كريم فريش وحطينا لها حبق وخضرة وشكلة، بالإضافة للمرقة يعني ما بدي أنسيها. بتعرفي حيلا شوربة بنشتغلها إذا ما ضفنا لها مرقة، يعني إذا بس مع مي منا طيبة. وهي أطيب إذا حتى الخضرة بنشتغل مع اللحمة أو الدجاج، هيك الطعمة بتطلع أطيب بكثير. ضفنا شوية من الحبق، فينا نشتغل بحيلا نوع من الخضرة، تينا بروكولي بازيلا يعني مايس جزر، لو فينا حتى نوع واحد اذا ورا حتى نوع واحد. واليوم اشتغلنا ب مثل ما هون عم بشوفوا، حبيت انه هيك ضف لها سكر محل سيرو ديرابل او العسل. يعني من بعد ما خلصت رشينا لها شويه من السكر الاسمر، يلي هيك بتكون نكهتها طيبه. مثل ما فينا ننقعها، يعني فينا ننقعها شوي نرجع ندخلها على الفرن بتطلع كمان طيبه. هيدي فينا نقدمها يا بعد الظهر يا صبحية، يا صبحية حتى كمان. صح، فينا نشتغلها كترويقة وما أخذت وقت، ما بتاخد شيء أبدا. يلي كتير مستعجل ما عنده وقت يقلي أو بفضل أنه يشتغلها بالفرن، يعني أنا الكريم بريلي أو البان بيرجي بشتغلهم بالفرن. يعني البان بيرجي ما بقلي، نشتغلها بزيت الطريقة بالفرن كمان بتطلع كتير طيبة. حلو. قدم حدا آيس كريم على فاني أو وصفتين كثير سريعين مثل ما شفتوا مشاهدينا، سريعين اوريجينال بنفس الوقت. ممكن نطلع بافكار جديده دلال، ثانك يو. رح ناخذ بريك. بدي اقول انه بكره عاملين دجاج، لانه انا بكره هون كمان معكم. شو الوصفه؟ عاملين هيك تشيكن كثير طيبه مع كاجو وجينجر وكاري، فيها كثير من الخضره. بدنا نقدمها مع النودلز او الرز الابيض. حلو. يلي هي وصفه كمان سهله وسريعه وبتنعمل باهم عزيمه غدا وعشاء. يعني لكن بكره دلال بنفس الوقت بواتس كوكينج. رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومنكفي.